بس خلونا ناخذ سلطان من المغرب الاول معانا على التليفون. استاذ سلطان اهلا بيك. السلام عليكم يا اخي احمد. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا استاذ سلطان. استاذي العزيز، اليوم في العالم العربي والعالم الاسلامي الجاهل يعرف بان الذي يدافع عن فلسطين فانه يغتال او يقتل في اي منطقه في العالم. اما بالنسبه لهذا السكير، هذا معروف اخو الصهاينه، أخو الصهاينة بالدرجة الأولى، فالفرق كبير بينه عندما يتكلم وفرق بين سيده محمد مرسي الرئيس الشرعي لمصر. فرق كبير يا أستاذ، هذا باع فلسطين وهو وصديقه دحلان مصاص الدماء. أشكرك يا سلطان على الوضوح، نروح